بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة حذف جميع التعليقات على الفيسبوك، سواء بقى على منشورات أو على فيديوهات. طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. أول حاجة هنعملها ندخل على البروفايل بتاعنا، بعد كده هنضغط على التلات نقط اللي على الشمال، وبعدين هنضغط على سجل النشاطات، وبعدين هنختار من هنا نشاطاتك على فيسبوك، بعد كده هنيجي على التعليقات والتفاعلات هنضغط عليها، بعد كده هنضغط على التعليقات، وزي ما حضراتكم شايفين هيبدأ يجيب لنا كل التعليقات اللي احنا عملناها على الفيسبوك. لو احنا عايزين نحذفهم كلهم دفعة واحدة هنبدأ نضغط على كلمة الكل، بعدين هنضغط على كلمة إزالة، وبكده هنحذف كل التعليقات اللي على الفيسبوك نهائيا. طيب لو احنا عايزين نلغي تعليق معين بس، هنشيل الصح من على الكل ونبدأ نشوف التعليق اللي احنا عايزين نشيله، وليكن مثلا على سبيل المثال هو ده. بعد كده هنيجي على الثلاث نقط اللي على المنشور هنضغط عليها بالشكل ده. لو انت عاوز تشوف المنشور الأول قبل ما تحذفه هتضغط على كلمة عرض، انما لو عاوز تحذف التعليق بتاعك على طول هتضغط على كلمة حذف من هنا، ومباشرة التعليق بتاعك هيتحذف من المنشور. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم على طول، وأشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.